نظم البنك اللبناني الفرنسي ندوة بعنوان للمباني الخضراء للأحياء الخضراء، أدوات فعالة لمكافحة تغير المناخ بمنتدى بيروت الدولي للطاقة. بعد الندوة أطلق المصرف ومعهد عصام فارس بالجامعة الأمريكية المسابقة السنوية لتغير المناخ الموجهة لخريجي الجامعة الأمريكية ببيروت، وموضوع السنة الأولى هو تغير المناخ والأراضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورح تختار لجنة التحكيم بكانون الأول 2017 أفضل 3 مقترحات بحثية تتربح 3 جوائز نقدية.